صباح الخير سميرة، صباح الخير المشاهدين الكرام. احنا اليوم غنديروا لكم واحد التورطيه بالخضر. احنا دائما عند الطلبات ديالكم وحنا تنفرحوا ملي تتصيفطوا لنا الطلبات ديالكم على حسب المواقع الاجتماعيه. هاد لاطات اللي غندير لكم او التورطيه اللي غندير لكم بالاحرى هي تورطيه مغربيه 100%، غير هي النسبه ديالها ربما كاين اللي كتكون تورطيه اسبانيه، تورطيه فرنسيه، كل منطقه الا تيديروا لي التورطيه ديالهم. احنا غادي نديروها بالشكل اللي بغينا حنايا وبسيطه بزاف، وبالنسبه للدراري الصغار بطبيعه الحال على حسب الطلبات اللي جاتني. هاد التورتيه هادي غنديروها بواحد 150 حتى 200 غرام ديال الخضر، جميع الخضر اللي عندكم في الدار. مثلا غنديرها بالفلفله حمراء بخضراء وصفراء، وغادي ندير معها شويه ديال اللوبيا خضراء كذلك، شويه ديال لي زيبيناغ، شويه ديال البصله حمراء، شويه ديال الجلبانه، وكذلك شويه البطاطا مسلوقه، واحد الخمسه ديال البيضات، جوج معلقات ديال القشده الطاريه، جوج معلقات ديال المعدنوس. بطبيعه الحال المقادير تشوفوهم على الشاشه. غير شنو هو الغرض من هذا الطبق هذا؟ هي انا هربت لكم للسهوله والبساطه، لان الكوزينه شنو هي؟ هي البساطه. الا ما كانتش البساطه راه ما كاين حتى شي حاجه. وكذلك كيفاش يمكن لنا ننظموا المسائل ديالنا عاد باش يمكن لنا نهربوا للطياب. الا ما درناش هذه المسائل كل حاجه غادي نصايبوها الا وتجي ثقيله. اول حاجه تندير تناخذ جوج معلقات أو معلقة على حسب الكمية اللي غادي ديروا ديال الزيت هنايا، وحاولوا ما أمكن الزيت ما تكثروش هنايا، حاولوا تهربوا هنايا شي شوية بحال هاد الطريقة هادي. من بعد اش تندير؟ شوية من العافية هنا ترمي هاد الخضر غير هنايا، غير خصني نصوتيها غير واحد شوية، ما يمكن لياش ندير غير باش نشربها غير واحد شوية. تنزيد عليها البقية هنايا، نزيد عليها لي زيبيناغ والبصله كذلك. لي زيبيناغ بطبيعه الحال خصكوا طيبوهم بشويه ديال الابزار، شويه الملحه، شويه ديال الثومه، كاع الحاجه اللي فيها اللي مثلا بحال الثومه والبصله الا كتعطينا واحد النكهه هائله لي زيبيناغ، ولا بغينا اذا ضربناها بالزبده كتعطينا واحد المذاق هائل. الطريقه هذه. من بعد تناخذ الجلبانه، الجلبانه تنبخرها واحد المده ديال 7 دقائق وتنلوحها في الماء بارد باش كيعطيني هذا اللون هذا كما تتلاحظوا، كتبقى باقي خضره عاد. وهنايا كاين واحد الملاحظه، مثلا الا كانت الجلبانه في السوق، لان هذا السؤال تلقاه بزاف، مثلا اللي عندكم الجلبانه في الدار وباغي تكونجليوها، هنا كاين جوج ديال الطرق اللي خصنا نعرفوهم. الجلبانه تتكونجولا يا اما نجيبوها من الفيرما ديريكت للكونجيلاتور تنقيوها وندخلوها ديريكتومون، وحتى الا جبناها من السوق مثلا خصنا نطبخوها واحد 5 دقائق ونديروها في الماء بارد، وخصنا نشفوها مزيان، ومن بعد تنعصروا عليها واحد شويه ديال الحامض، وتنديروها في واحد البلاستيك ديال اللي خاصين بالكونجيلاتور، وتنقيوها نحطوها في الكونجيلاتور، كتبقى لنا حتى 7 شهور حتى 8 شهور، وكيبقى اللون ديالها هو هو ما تيتبدلش. من بعد تنزيد البطاطا اللي سلقناها، تنديروا هنا واحد 250 غرام ديال البطاطا بحال الطريقه هذه. من بعد تناخذ شويه الملحه، كما كتشوفوا كاين بحال عباره على طابلو فيه الاحمر الاصفر الاخضر، كل الالوان كاينه موجوده. ندير شويه ديال الابزار، وما نكثروش الابزار لان الدراري الصغار ما تيحملوش الابزار. ندير شويه الكمون. من بعد تناخذ واحد جوج معلقات ديال المعدنوس. الا لاحظتوا الدراري الصغار ما تيعجبوه ما تيبغوش القصبر، انا درت المعدنوس باش ما تكونش ديك النكهه مجهده بزاف. نحطو حتى هنا طريقه سهله. هنايا كاين لو سوكري باش يمكن ليهم دير هاد التورتيه تجي طالعه بحال الكيكه. هنا بزاف من واحد تياخذ البيض مثلا، الطريقه باش تنضربوا البيض هي هذاك هو لو سوكري، باش يمكن لنا اي حاجه كانت في لومليت درناها في الكيكه درناها بحال هاد لي تورتيه هادو، خصنا الطريقه اللي غادي نصايبوا بها البيض. هنا ملي تنديروا 5 البيضات بحال هاد الشكل هذا نحطوهم هنايا، كنحاول هاد البيض هذا ما نضربوش بزاف، الا ضربته غادي 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 بحال غادي الاكسجين كله يهرب، دونك وما غاديش تطلع ليا داك الشيء اللي بغيتي. وحتى مثلا ملي كديروا اون اومليت في الدار، حاولوا الاومليت ديروا فيها شويه ديال القشده الطريه كما غادي ندير هنايا، باش كترفع عليكم، وحتى ديك المذاق ديال كما تنقولوا حنا الزفوريه في الدار بارفو ملي تنطيبوا البيض، راه ما غاديش تبقى الا درنا فيه واحد شويه القشده ديال الطريه، غير واحد شي شويه معلقه صغيره، كل معلقه صغيره فيها 4 الغرامات، يعني تقد لواحد البيضه حتى لجوج بيضات الا كانوا كيوزنوا بين 50 حتى 60 غرام. دونك تنضرب بحال هذا الشكل هذا، وبشحال من واحد تيقول لي راه البيض ساهل باش نطيبوه ولا كشي، ولكن نو، البيض راه فيه دي تكنيك باش يقضي طيب. تنهز جوج معالق كبار ديال القشده الطاريه، ولا كانت كميه كبيره نزيدوا شي شويه ماشي مشكل. من بعد شنو تندير؟ تناخذ
هذا الخليط اللي درت هنا من بعد كنهنزلو كيبرد شي شويه كنحطوه هنايا. الطريقه هذه هنايا كنخلي نفس المقله واخا بقى فيها شي حاجه ماشي مشكل، غير هنايا شنو كاين المقله اللي غادي ندير ما نزيد فيها لا زيت لا ماء لا حتى شي حاجه، نخليها بحال هذا الشكل هذا، نخلي غير داك الزيت اللي كاين في الجناب وتنجمع هذا الخليط غير شويه بشويه بحال اللي غادي ندير ان سوفلي كنهز من التحت للفوق. الطريقه هذه نحاول داك البيض ما نهرسوش اللي ضربت قبيله نخليه كامل، ومثلا اللي بغى يدير مثلا دابا وقت الذره اللي بغى يزيد الذره كذلك ماشي مشكل يقدو يزيدوه، مثلا اللي بغى يزيد اللفت البيضه كذلك نبخروها ونزيدوها حتى هي كتعطي واحد المذاق هائل. وكاين واحد لو سوكري اخر ديال الفجل، الفجيلي اللي زدتوه هنا كيعطيكم واحد المذاق هائل، كاع الحاجه اللي كتكون بحال الفجيل مثلا البصله او الثومه ودرناهم في هذا الخليط كيعطي واحد المذاق هائل. وبهذه المناسبه ان شاء الله انا غادي ندير لكم طاجين ديال الفجيل لاول مره على صباحيه وغادي تشوفوا كيفاش غادي يجي ان شاء الله. من بعد تنهز هذا الخليط هذا تنحطه في المقله الطريقه هذه، كنخليه يطيب فوق العافيه هنا واحد خمسة دقائق لا اكثر، نستفوا مزيان خمسة دقائق. من بعد من خمسة دقائق باش يتجمر ليا من التحت تناخذو نهرقو بهكا وندخلو للفران، وكنخليه يطيب في الفران واحد المدة ديال 45 دقيقة لواحد الدرجة ديال 165. كما تنقول لكم دائما إلا كان الغاز 165، إلا كانت الفرفرة 175، دائما ديك 10 دوكري اكسترا. وأنا غادي نوريكم الشكل النهائي كيفاش جا كنخرجوها، ويمكن لينا ناكلوها بارده ناكلوها سخونه على حسب. بطبيعه الحال نقدو نستعملوها حتى في رمضان، دابا حيت كاين رمضان على الابواب نقدو نستعملوها في وقت الفطور. كما تتشوفوا كتجي كتجي هائله، ونقدو نديروها دي ساندويش كذلك، نقدو نستعملوها بزاف د المزايا كما كتشوفوا كي جات هنايا خط قلبات ماشي مشكل كما الفوق كما التحت، وكنقدموها لكم بالصحه والراحه. ومع لكم غتستناونا في الحلقات المقبله ان شاء الله. شكرا لك شاف هادي على التورتيه ديال اليوم، تبقى اكله صحيه وجامعه ما بين الالياف الغذائيه ديال الخضار وكذلك البروتينات ديال البيض. شكرا لك مره اخرى، نمشيو للحظه لفقره الجمال مع زينب عبيد.